اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الروسي باستخدام السلاح الكيميائي ضد القوات الأوكرانية في انتهاك لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية. الخارجية الأمريكية قالت في بيان أن روسيا لجأت أيضا إلى مواد كيميائية مخصصة أساسا لمكافحة الشغب، أي قنابل الغاز المسيلة للدموع، واستخدمتها ضد القوات الأوكرانية كأسلوب للحرب في أوكرانيا، وهو ما يشكل أيضا انتهاكا للمعاهدة. حرب الطائرات المسيرة سمة رئيسية للحرب في أوكرانيا، فعلى خط الجبهة تستخدمها كييف كما موسكو لضرب المعدات العسكرية باهظة الثمن. السلاح هو مما لا شك مثير للقلق، فالطائرة المسيرة ذات تكلفة منخفضة نسبياً بالنسبة لغيرها من الصناعات العسكرية، وهو عامل محفز للاعتماد عليها من كلا الجانبين بالنظر لاستمرار الحرب للعام الثالث على التوالي. هذه الطائرات أسهمت في فرض قواعد اشتباك جديدة وأرست استراتيجيات عملياتية تتوافق مع الأمد المتوقع للحرب بهدف إلحاق أكبر قدر من الخسائر المادية للعدو، فقد استهدفت القدرات القتالية وعطلت مراكز القيادة وقصفت المواقع المدنية التي يتعثر الوصول إليها عبر الوسائل العسكرية التقليدية. الاستخدام الموسع لها يجعل من القوات البرية أو أي معدات موجودة على الأرض أهدافاً سهلة، وبالتالي سيتمكن الطرفان من استهداف قوات الطرف الآخر دون أي احتكاك مباشر. وتقويضاً لتفوق الروسي في الحرب، طورت أوكرانيا بعض المسيرات القتالية ذات التكلفة المنخفضة نسبياً والبالغة نحو $2000 للمسيرة الواحدة، معلنة أنها ستنتج آلاف المسيرات بعيدة المدى قادرة على توجيه ضربات مباشرة في العمق الروسي. واقع فرض على روسيا تعديل تكتيكاتها هي الأخرى بعدما أدركت أهميتها، فأطلقت مئات المسيرات محلية الصنع، ووفقاً لمسؤول كبير في الناتو فإنها تنتج شهرياً ما بين 300 إلى 350 طائرة مسيرة هجومية انتحارية، إضافة إلى الاستعانة بمسيرات شاهدة الإيرانية، حتى أنها رفعت حجم الاستثمار في صناعتها ليصل إلى نحو $13 مليار، معتبرة أنه من أهم النشاطات الروسية الواعدة. ولكن رغم كل هذا، إلا أن المسيرات ليست قادرة حتى الآن على حسم الحرب، فوفق مراقبين يمكن النظر في مدى قدرتها حال أضيفت لها بعض التقنيات.